ديفينيشن شور لايت بياخد الميك اب بياخد من الوجه كذا شغله فشوفي انا اللي رح نعمله اليوم لساندرا عنده كذا اسم بالماركت اول شغله هي الجولاين ديفينيشن او المعروف كمان بنفرتيتي ليفت راح بتشوفوا بروسيجر سمبل اند ناو يو ويل سي ذا ريل ثينج اون ساندرا ما في شيء رح يغير اللوك تبعها بس رح نبرز شو عندها اصلا هيدا الشيء صار كثير تراندي هلا بتشوفوا كثير ستارز صار عندهم هاللوك يلي هو بلش ترند مع انجلينا جولي وكفى لماني ستارز بعدين صاروا ياخذوا هاللوك ديفينيشن تبع جولاين او نفرتيتي ليفت رح نشتغل اليوم بالفيلرز بطريقه سريعه وبريسايز